معنا دكتور جودي بحوث، اختصاصي امراض صدريه وعنايه فايقه بمستشفى سان جورج. وموضوعنا اليوم راح يكون الامراض الصدريه، صحيح بما انه هذا هو الاختصاص، ولكن التركيز راح يكون على القصبه الهوائيه العليا، وهذا اختاره دكتور بحوث ليكون موضوعنا، لانه الهيئه في كثير يعني حديث بهالموضوع والتباس بهالموضوع. اهلا وسهلا فيك. فيك التأهيل مثل العادة، الله يخليك. بس القصبة نحدد شوي شو هي القصبة الهوائية العليا. ضلنا صور إذا فيهم يفرجونا. القصبة الهوائية العليا بتبلش، القصبة الهوائية يعني بتجيب الهواء للرئة، بتبلش بالمناخير، بتروح على الجيوب الأنفية، على الحنجرة. هيدي هي بتسمى القصبة الهوائية العليا. فينا نشوف الصورة؟ ايه. والقصبة الهوائية السفلى بتبلش بالترشي والبرونش، وبيرجعوا بعدين البرونكيول. اذا بنشوف الصور بتكون اوضح بكثير. الدينين لهم علاقه بال يعني طبعا الدينين بيتاثروا بطريقه غير مباشره بالالتهابات اللي بتحصل بالانف او بالجيوب الانفيه. والعينين؟ العينين لا، ما لها علاقه، ما لهم علاقه، ما بجيب، ما بفوتوا هواء. بنشوف بالصوره هون هيدي القصبه الهوائيه العليا اللي بتبلش بالمناخير بالفم وبتنزل على الحنجره. الصورة الثانية إذا بتريدي بتاخذ شوية وقت دكتور. فإذا القصبة الهوائية العليا هي اللي بتعرض أكثر شيء، بتعرض أكثر شيء، لأن هون التنفس يعني بيبدأ الهواء بفوت من هون، هو الفلتر الأساسي للهواء، يعني التنفس الطبيعي يجب أن يكون من هال بنشوف هون بعد ما ننزل من القصبة على الكورد فوكال يعني على الأوتار الصوتية، بتبلش الأنابيب اللي بيكونوا بقلب القفص الصدري، وبنشوف الترشي اللي بتصير تتقسم إلى شعيرات لحتى تفوت على الرئة. من القصب، من الأوتار الصوتية ونزول، بنحكي عن القصب الهوائية السفلى. نحن هلأ بهمنا نحكي عن الأمراض اللي بتبلش دائما بالقصب الهوائية العليا، لأنه هي اللي بتكون أول شيء بعلاقة مع الهواء. يعني نحن بس نتنفس، نتنفس من المنخار، هو اللي بيعمل فلتر للهواء. مشان هيك الفيروسات كلها بتبلش دائما بهالمنطقة. شو هي الأمراض يلي بتكون بالقصب الهوائية العليا فائزة؟ في عنا عدة أمراض. أول أمراض اللي بنسميهم من علاقة أكتر شيء بالمناخير، اللي في عنا الرشح اللي بالإنجليزي بنسميه فلو، والفرنسي بنسميه جريب. هيدي زيت الكلمة، رشح أو جريب أو فلو نفسي. زيت المعنى. من قبالها بصير كمان شيء اسمه زكام، أو بالفرنساوي روم، أو بالإنجليزي كومن كولد. هيدول الرشح والزكام يختلفان، اثنيناتهم أمراض جرثومية تابعة لفيروس، بأغلب الأوقات تابعة لفيروس. فيروس تبع الجريب أو تبع الرشح هو فيروس الإنفلونزا، مش هيك بالإنجليزي بسموها فلو، تابع للإنفلونزا اللي بيناتهم الأشوان أنوان. الزكام هو يعود إلى عدة فيروسات، مشان هيك الناس دائما بتقلك انا برشح كل السنه. لا، ما بيرشحوا عده مرات بالسنه، اللي بيعملوه بيعملوا زكام عده مرات بالسنه، لانه في عده انواع فيروسات تضرب، ما بصير عندنا عليها مناعه. نادرا ما الرشح يضرب الانسان اكثر من مره. وثالثا في عندنا الحساسيه، حساسيه المنخور، هي بسموها الرجيك رينيتس او رينيت الرجيك، اللي هي كمان عندها تقريبا نفس العوارض، بس هي مش تابعه لامور جرثومية. هلا طبعا في كمان الالتهابات بالجيوب الانفيه اللي تسمى سينوزيت، في الفرنجيت واللارنجيت. بس اليوم مثل ما اتفقنا ما نحكي شوي بس عن الفرق بين الرشح والزكام والتحسس الانفي. عوارض الرشح هي عوارض اللي عم نسمع فيها اليوم كثير، الانفلونزا H1N1، اللي هي عاده بتجي مع طبعا المناخير بتسكر وبتصير يعطس الواحد، بصير يسعل. بس العارض الأساسي فيها هو الحرارة القوية، وبتصير وجع كأنه أكل قتل، كل جسمه بيكون منهك من الالتهاب. ومن بعض الأحيان خصوصا مع H1N1 تضرب الأمعاء، يعني بصير في معها لعيان وإسهال. الكومن كولد اللي هي الزكام بتجي إذا بده يكون في حرارة، بتكون حرارة خفيفة، تضرب كمان القصبة الهوائية العليا بالأنف والحنجرة. والعوارض اللي هي أكثر شيء بتكون تعطيس وسعال وتسكير مناخير. عادة قوة العوارض بتكون أقل من قوة العوارض مع الرشح،
وهيدي الاشياء فيها تنعاد لانه مش فيروس واحد بيعطيها عده فيروسات ممكن يعطوها، مشان هيك ممكن انها تنعاد بطريقه اكثر بالسنه ومنا موسميه قد ما الفيروس الانفلونزا هو موسمي. بيبقى الالرجيك رينايتس اللي هي ما لها علاقه بالحساسيه، ما لها علاقه بالجراثيم، هي حساسيه، حساسيه بتكون عاده موسميه يا بالربيع يا بالخريف، بتكون تحسس على امور موجوده بالمحيط البيئي تبعنا مثل الغبار، بكون هيدا وقتها بتكون الحساسيه كل السنه، مشان هيك اللي بقول لك انا كل السنه بكون مرشح، هيدا ما ممكن كل السنه مرشح، هو عنده حساسيه، بكون اجمالا هيدي حساسيه على الغبار، بتقدر تكون حساسيه موسميه على التزهير بالربيع او على تغيير بالعشب بالخريف. دكتور اللي عنده حساسيه معرض اكثر؟ يعني كون انه هالحساسيه عم تعمل له كل هالعوارض ممكن انه الجراثيم تكون عم بتهاجمه اكثر، ما بتكون معرض ليكون للجراثيم اكثر، بس بيتفاعل مع الجراثيم بطريقه اقوى وبانعكاسات اكثر. يعني اذا انصاب رح تكون الاصابه اقوى من غيره، بتكون اقوى من غيره، وفيها خصوصا اللي عندهم الرجيك رينايتس حساسيه بالمناخير بيتعرضوا الى التهابات كثيره في الجيوب. لانه بس تسكر المناخير، لانه الجيوب الانفيه هي تصريفها بيكون بواسطة الأنف، وقت ما الأنف بضله كل الوقت مسكر لأنه في تحسس، هالأشياء بتسمح للجراثيم أنها تنمو في الجيوب الأنفية، بصير في عنا سينوزيت كرونيك. وطبعا كل حالة من الحالات يلي ذكرتها دكتور عندها علاج المعين والخاص، ونحن أوقات يمكن منعالج كل الحالات بنفس الطريقة مشان هيك ما بنوصل لنتيجة. هلا ما في شك انه كل مرض له اسبابه، له عوارضه، له علاجه. الحساسيه علاجها واضح، بده يكون ادويه ضد الحساسيه، ما لها اي علاقه باي مضادات حيويه، ان كانت انتبيوتيك اللي لازم تستعمل فقط اذا كان في التهابات جرثوميه من نوع البكتيري. اما الفلو الانفلونزا اليوم العلاج الأمثل هو الوقاية، والوقاية هي بالفاكسان بالطعم. يعني إذا بناخد شو المنظمة الصحة العالمية الريكومنديشن تبعيتها، الإرشادات تبعون المنظمة الصحة العالمية، إنه كل إنسان فوق الست شهور لازم يطعم ضد الإنفلونزا، ضد الرشح اللي هو الفلو، اللي هو فيروس واحد، هو عادة هو فيروس واحد بس بغير الاسترين تبعه، يعني بغير نوعيته، بس هو من عائلة الانفلونزا. كل ما تغير هاللقاح عم يتغير كل سنة، مشان هيك عم دائما بيطلعوا بالسنة اللي قبلها آخر ست شهور شو كان نوع الفيروس وشو ميزيته. هو الفيروس ذات الواحد، عائلة فيروس الانفلونزا بس بيتغير بعض التمييزات فيه، التمييزات اللي بتعطي للإنسان عوارض أكثر إذا كان أخذ الفيروس أو أقل. لقاح الانفلونزا ما رح يكون عم يأثر على غير حالات، طبعًا ما رح يكون عم ينفع لغير حالات، فنحن بنعتبر انه ما نفع اللقاح، بينما بتكون الحاله مش بقول لك انا اخذت اللقاح وكل الوقت بيتمنش، ما انت ما ترشحت، عملت كومن كولد، عملت زكام، حتى اذا بده يعمل جريب بده يعمل رشح، بيجي الرشح للي متطعم اخذ الطعم، بيجي الرشح بقوه اقل وبانتكاسات اقل وبعوارض خصوصا على الرئه باقل قدوه. رح ناخذ اتصال دكتور. الو، اهلا، بليز فيني احكي مع الدكتور؟ عم نسمعك، تفضلي. ماشي، بونجور دكتور. بونجور. دكتور، ابني عمره 4 سنين، انا كل سنه عم بعمل له الفاكسان لجريب، السنه عملناه كمان باول موسم المدرسه. ابني على نويل عامل حراره 42، ضلينا فتره اخذته عند البيدياتر، ما في اوتيت، ما في زلايم، جاري فوميسما، ما في شيء، ما في شيء ابدا. أعطاني الحكيم قال لي ما ننقشط له حرارته، وما كانت تقشط حرارته، ضل على فترة جمعة كران حتى لي. أنا صراحة شغل بالد، عملنا فحوصات دم، فحوصات يورين، ما في شيء، كتر خير العذراب. قال لي الحكيم أعطاه أنتيبيوتيك، أشطنا الحرارة. من بعدها رجع، ما في فترة جمعة كان مخلص أنتيبيوتيك، كمان رجع عمل 42. بهالحالة طلب لي البيدياتر نعمل له سكان، عملنا له سكان، يعني اضطرينا نعرضه للريون، عملنا له سكان، قال لي السينوزيت عندهم مسكرين وملتهبين، ما عم بيصرفوا، مسكرين كثير، فهيدول هن يلي عم يعملوا له هيدي الحرارة العالية. سألت البيدياتر إذا في مجال حوله لعند غير حكيم أخصائي بهيدا المجال،
قال لي لا، لانه هلا بهذا العمر بنعالجه بهذه الطريقه. نعم. شو سؤالك الاخير مدام؟ بس سوري، انا صراحه بوضع ابني شو ممكن اعمل؟ يعني ماني عارفه. بعده لهلا بالحاله نفسها؟ عم بضل تعاود معه. نعم. يعني بيرتاح جمعتين ثلاثه ما بيبين بنشوفه اذان الحراره. باردون، وان بليس انطوني ما انه تو سبا ما بيعطس سوري، يعني ما بيكون. نعم. الموش عنده. اهلا وسهلا فيك مدام، رح يحاول دكتور يجاوبك. فاذا الحراره عم تكون 40 و42 اوقات وعم بتعيد. هو الفيروسات بيخففوا المناعه، بصير فيها بعد الفيروس اشتراكات بالتهابات جرثوميه. نعم. يعني مشان هيك في ببرسنتاج معين بعدد معين من الأشخاص بعد ما ينصابوا بالفيروس، إن كان عادة الإنفلونزا أو حتى مش الإنفلونزا، الكومن كول يعني الزكام، بيقدر المناعة تخف وبصير في التهابات جرثومية من نوع البكتيري. نعم. اللي منها مثل السينوزيت أو البرونشيت مثل ما عمل ابن المدام، وهيدي بوقتها بصير بدها مضادات حيوية يعني أنتيبيوتيك. مشان هيك نادر الحالات اللي لازم نعطي فيها أنتيبيوتيك بالالتهابات الفيروسية، إن كان إنفلونزا أو إن كان زكام. ما لازم ناخد دغري أنتيبيوتيك إلا إذا ثبت إنه عنا التهابات جرثومية ما بعد الالتهابات الفيروسية، التهابات جرثومية من نوع البكتيريا. هو عم بيعمل سينوزيت أريبيتيسيون، بده علاج طبعا بمناخيره أول شيء، ما عم تقول هو بضله مزكم. مثل ما قلنا قبل شوي أنه تصريف الجيوب بيكون بواسطة المنخار. بهالعمر الصغير يعني ليش بده يكون فيها هالقد يعني عم يعيد السينوزيت بهال؟ لأنه ما بيعرف يعمل يصرف البلغم. مشان هيك دائما بصير ننصح الاهل الاولاد انه يكونوا يعطون مي وملح دائما بمناخيرهم ليضلوا هالمناخير فاتحين لحتى يصرفوا كل. بما انه حكينا مي وملح، وسؤال اخير، قصه المي وملح على صحه السلامه وكبس تنظيف لل كثير منيح. كثير منيح يعني هيدا، لانه نحن معرضين على بيئه متلوثه بعده الانواع من جراثيم وغير جراثيم، وعم تكتب وحدث ولا حرج. بقى هيدي بتساعدنا كثير وبتخلينا نقدر نكون هالمنخار اللي هو اول حاجز للجراثيم، كل ما بيكون هو نظيف كل ما بيساعدنا حتى كل هالقصبه الهوائيه من المناخير للرئه تكون كلها سليمه. دكتور بحوث شكرا لوجودك معنا، وقفي هلا ومرجع منتابع معكم، خليكم معنا. Thank you.